حضرتك ما بتسيبش حقك. صحيح، زي ما قلت. صحيح. أحمد حسام ميدو ليه كمية الهجوم عليه؟ مرة قلت مدرب المنتخب ضربه بالقلم، مرة حصل خلاف حوالين النني بسبب النني، عمل لك إيه؟ ومرة قلت إنه وقت الخلاف علشان موضوع النني قلت عليه مدرب ضعيف وما أضافش أي إنجازات. أنا قلت كده؟ آه. أنت أصدق، أنا بنسى يعني. خليني أقول لك طبعاً إنه أولاً ميدو حبيبي وصديقي، وإحنا دايماً على اتصال ببعض حتى لو ما تقابلناش يعني. حصل تراشق عنيف بينكو وهو طلع على تويتر ويعني وكتب وقال ما لا يقال. ما لا يقال. مالك في الخمر. بتتصالحوا إزاي بعد كده؟ ولا حاجة، بنتقابل عادي جداً ونتصافى، وإنت قلت وأنا قلت، وما تزعلش حبيبي حقك عليا وخلاص خلصت. بتقيمه إزاي كإعلامي؟ ميدو، أنا ميدو شاطر. ميدو أصله ذكي. ميدو من الشباب اللي عندهم ذكاء فطري. وبيعرف يشتغل في كل من عامل فيلم، كمان عمل فيلم قريب كان في السينما حاجة الحريفة زي الحريقة. بالظبط كده يعني، ما شفتوش بس عرفت كده يعني. شاطر في التجارة، ميدو شاطر، بيعمل نادي أعتقد أو حاجة زي كده. درب، أنا ما قلتش عليه درب. طب وكمدرب؟ بصي، هو يعني انت بتحسب ان المدرب دايما ايه؟ انجازات. ربما هو ما كانش عنده الوقت الكافي عشان يعمل انجازات، عشان كده لما انتقدت قلت ما عندوش اي انجازات كمدرب. يعني انا مش فاكر انا قلت كده، بس اذا قلت كده يبقى وقتها، لانه ما فيش، ما هو انجازات يعني ايه؟ يعني بطوله دوري او كاس او سوبر او افريقيا او الى اخره. ربما هو ما اتحتش له مساحه ان هو ياخد وقت. وكابتن مدحت في ايه عنده دول؟ عندي ايه؟ دول في التدريب؟ في التدريب؟ انا مدرب على قد، انا اشتغلت في القسم الثاني على قد، انا غلبان. انا اشتغلت في القسم الثاني، ما اشتغلتش في الدوري الممتاز. ايوه، بس انا صعدت فرق ولعبت تصفيات وصعدت. ايوه، بس برضه مش سوبر ومش دوري ممتاز ومش لا لا لا، انا غلبان. انا ما لعبتش في اهلي وزمالك. مادام ما لعبتيش في اهلي او زمالك تبقي غلبانه. طب قلت عليه كده ليه؟ على ميدو؟ ده تقييمك ليه كمدرب انه ملوش انجازات عشان ما عملش الحاجات دي؟ لا، ملوش انجازات دي مش معناها ان هو مش مدرب كويس، لكن هو حبيبي يعني في كل الاحوال. مش هنقع في بعض. كمحترف، نعم، ايه رايك في هجومه على محمد صلاح؟ ميدو يعني عنده حق ولا الموضوع فيه نفسنا؟ محمد صلاح لا جه زيه ولا اتصور هيجي زيه. محمد صلاح من كوكب اخر، خرج من مصر وتالق في سماء العالم